تمنحك الكثير من الفرص الرائعة لقلب الأمور لصالحك. نحن نواجه فريقا قويا ومرشحا للفوز، لابد من استغلال ذلك. الكرة تصل، المنتخب، الله الله، إنه هدف اليوفنتوس. الهدف اليوم هو تتويج لكل أهدافك في الموسم. إنه فلاهوفيتش يسجل حتى عندما لا يهاجم اليوفنتوس، فكيف إذا هاجم؟ يا لتصريحك يا نجري، يقول تعلمت من كرة القدم أنها تمنحك الكثير من الفرص لقلبي الأمور لصالحك. فلاهوفيتش يقلبها لصالحك، إنه يتقدم، إنه يصوب، إنه يسجل هدف مبكر لليوفنتوس عن طريق الهداف فلاهوفيتش، عن طريق الهداف فلاهوفيتش. الله 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 الله، البداية كانت عن طريق الهداف. نعم، إنه من يسجل في هذا الموسم 16 هدف في الدوري وهدفين في كأس إيطاليا.